يقول حبك الله يا أخي الفاضل، يقول بأنه مبتلى بفتنة النساء والنظر إليهن معا، ويحب حضور دروس العلماء والمحاضرات وغير ذلك. يقول أنا أجاهد نفسي لكن تغلبني أحيانا. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا ذنب من الذنوب؟ ويظهر أن عندك أصل الخير والتربية الحسنة، فأنت محب للعلماء ولدروس العلم، هذه نعمة من نعم الله. فالحذر الحذر أن تبقى في هذا الطريق فيأخذك الشيطان إلى مزالق أكبر. ولذلك يجب عليك أن تعالج نفسك وأن تداوي نفسك. وأنصحك حتى أختصر الكلام بقراءة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى أيضا بكتاب الداء والدواء للطبيب الفقيه المحدث العلامة الإمام الجهبذ العملاق شمس الدين ابن القيم رحمه الله، وهو أجاب على سؤالك هذا. واقرأ هذا الكتاب وأعد الكرة فيه مرة بعد مرة، تشفى بإذن الله. وأنا أوصي جميع إخواني وأخواتي بقراءة هذا الكتاب، يقرأ هذا الكتاب مرة مرتين ثلاث، يرجع إليه الإنسان، ففيه إن شاء الله الشفاء بحول الله.